تستقطب السائح المصري ولا تديه السائح الجزائري؟ بستقطب السائح الجزائري على مصر. ايوه احنا تحت تصرفكم وشي من المشاكل باش تجيب لي انا سياح مصريين؟ يعني احنا جبنا مؤثرين مصريين وجو هنا الوهرن وكان عندهم مش كانت عندهم يعني انطباع مش جيد ممتاز وين هما حاروا يعني تحيروا واش تم تكتنز الجزائر انه من مقومات. تظل المشكله كلها قائمه في تصريح الدخول التأشيرة. ما فيش تأشيرة الحين، ما فيش تأشيرة على السياحة الصحراوية، هذه بداية. لكن لازم تأشيرة، لكن لا ما فيش. لا لما يجي والبرنامج نتاعو انه يروح للصحراء يدخل على اي منفذ حدودي سواء بري او بحري او جوي ما يحتاج تأشيرة، انه يجي مثلا من مصر للعاصمة ومن العاصمة للجان طمراس غردايا الواد كل هذا ما يحتاج تأشيرة حتى ويدخل على العاصمة. يدخل على العاصمة أو على وهران أو يعني ممكن البرنامج يكون القاهرة العاصمة، العاصمة جانت أو العاصمة أي ولاية، عندنا 24 ولاية جنوبية يعني 24 مقصد سياحي.